صحراء. جوابا على سؤال ست هالحداد، انا بدي اقول انه حمله ويليام نون هي حمله مشروعه، حمله يقودها سمير جعجع ونفس الميليشيات اللي عملت ثوره 17 تشرين. اذا بنلاحظ امبارح شفنا نفس التلفزيونات نزلت تغطي للساعه 2 بالليل، شفنا نفس الضيوف اللي هن دقون مشبوهه، دقون بدها ممشط الحقله حتى ينظفوا. شفنا جماعه الان جي اوز هدول اللي مسميين حالهم تغييريين نزلوا يا لطيف تضامن، بالوقت انه في ناس مقبوعه بالسجن صار لها 3 سنين ظلما ما سمعنا حسهم لهدول الناس. امبارح اللي صار كثير خطير ويمكن هن قصدهم يصير خطير ليزيحوا اذا بدكم الانظار عن التحقيقات الاوروبيه، عملوها بال 2019 اذا بتتذكروا وقت اللي عملوا مسرحيه حرق المصرف لسكرت المصارف 10 ايام وقدروا المحظيين يهربوا فلوسهم بينما طلعت براس المذيعين المعطلين وخسروا جمع عمرهم، هلا عم يعملوا نفس الشيء بمساعده 3 محطات اعلاميه ماجوره، وفي محطه بيناتهم كثير خبيثه فتحت على امن الدوله، وهي المحطه فاتحة على أمن الدولة من وقت الاستعادة عفيكة، هيدي محطة مزهبجية رخيصة بتقبض وبتشتغل بالسمسرة، بدنا ننتبه لها. أمن الدولة ما بينفذ شيء من راسه، أمن الدولة بيشتغل مع القضاء وعم بينفذ استنابة قضائية، بدنا ما ننجر بالعاطفة، بدنا نشغل راسنا، بدنا نشغل ضميرنا، بدنا نشغل عقلنا، مش نروح بثقافة خيو شهيد، خيو شهيد خربت لبنان، خيو شهيد خلت يصير في حرامية كهرباء، خلت يصير في ناس بتخرق القانون، بتعمر بلا رخص، بتتعدى على الأنهر، بتكب النفايات وين ما كان، ثقافة خيو شهيد صار لها 30 سنة عم بتدمر هيدا البلد وصلتنا لهون، خلينا نبقى مشغلين عقلنا مش عاطفتنا، نترجاكم، يعطيكم ألف عافية.